رئيس الوزراء، الدين الخارجي لمصر انخفض 14.2 مليار دولار في 5 أشهر. رئيس الوزراء، إجراءات لتأمين مصر من الهجمات السبرانية أو أي مشاكل تقنية. مجلس الوزراء يوافق على تركيب العدادات الكودية لأي منشأة تستمد التيار الكهربائي بطريقة غير قانونية. وزير الإسكان يتابع الاستعدادات بمدينة رأس الحكمة لبدء تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والاستثمارية. وزير التموين والزراعة يبحثان تحديد أسعار استرشادية مجزية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية. التعليم العالي تفتح باب التسجيل في اختبار القدرات 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة. وصول 16 عربة سكة حديد درجة ثالثة مكيفة من المجر لميناء الإسكندرية. المتحدة، إطلاق اسم أحمد رفعت على أحد فرق كابتانو مصر وتخصيص جائزة باسمه. بدء تشغيل خط أتوبيس سوبر جيت لمهرجان العالمين الجديدة اليوم.